ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وشغل جديد معانا. النهارده بقى حاجات حلوه قوي اول مره نصورها، والاسعار من اول 5 جنيه. احنا هنا كده في سنتر درب سعاده من بعد الصينيه الاكليريك، هتمشي خطوتين اتنين هتلاقي يافطه استاذ محمد الغزالي معروف هناك. طبعا صورت لكم صواني رمضان وصواني ايكيا عنده من 6 جنيه ونص. كل الجوالات دي هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. النهارده الشغل الجديد اول مره نصوره، ومعانا بقى النهارده كفر الميكروويف وكفر المراوح وكمان علب للتلاجة واحدث رفايع وديكورات للمطبخ. هنشوف كل حاجة معانا بالاسعار. الاسعار معانا من اول 5 جنيه قطعة بسعر الجملة زي ما متعودين. كملي معايا الفيديو للاخر، وما تنسيش بقى تمرحلنا باللايك والاشتراك، ومستنية رأيكم. بصوا حبايبي، ده غطا تكييف داخلي. ايوه، ده عامل كام بقى؟ سيبوا لهم ب 15 جنيه بس. ب 15 جنيه، بالوان، وفي اخضر وفي ازرق بالوان، في منه الوان كتير ب 15 جنيه. حلو قوي. هو كده للتكييف الداخلي. ومعانا ايه تاني هنا يا استاذ محمد؟ وده غطا تكييف داخلي برضو، بس ده خامه ووتر بروف. ووتر بروف تاني قماش، ده هحسبه لهم ب 20 جنيه مستورد. كل الاشكال على التليجرام. أيوة. كل الاشكال لو عايزه تشوفي شكله وهو متركب هتلاقيه على التليجرام. بالنسبه لده غطا مروحه كامله اللي هي الستاند الطويله. ده غطا بيغطيها. أيوة. كلها كامله على بعضها بفيديو برضو موضح على التليجرام. فيديو على التليجرام برضو. بكام ده؟ 35 جنيه هحسبه لهم، واللبسوسته ب 40 جنيه. اللبسوسته ب 40 ولا من غير سوسته ب 35. لو عايزه تشوفي كل حاجه من الحاجات الجديده دي هتلاقيها على التليجرام باشكالها بالفيديوهات بتاعتها. في غطا المروحه اللي هي العاديه اللي هي المدوره ب 5 جنيه، وفي الغطا بتاع المروحه السقف ب 5 جنيه برضو. تمام. حبايبي الفوات اهم 10، حلوه قوي. حجمها على فكره كبير مش صغيره. بصوا دي بقى اللي هي مايكرو فايبر، بتشفط الدهون وبتشفط الميه. جميله. عامله كام دي بقى؟ 15، بس انا هحسبها لهم ب 10 جنيه. ب 10 جنيه حبايبي. كل الوانها موجوده. بصوا في منها الوان حلوه. وبينك وروز وفوشيا. طبعا كل حاجه برضو عنده على التليجرام، هتلاقوا كل حاجه موجوده عنده على التليجرام. في برضو الفوطه اللي هي الوشين دي. بكام دي؟ 15، وهحسبها لهم ب 10 جنيه. ب 10. بصوا دي اللي هي الوشين ب 10. ب 20 جنيه هحسبها. في منها المقاس الكبير اللي هي 25. ايوه، هيحسبها لكم ب 20، ودي هيحسبها لكم ب 10 بدل 15. حلوه قوي برده. في دي عامله كام؟ الليفه دي هحسبها لهم ب 7 جنيه ونص. 7 جنيه ونص دي اللي هي الوشين. ايوه. حجمها كبير اهي. بصوا كبيره ب 7 ونص. تمام. الشماعات دي برضه هحسبها لهم ب 20 جنيه، بس عشان خاطر متابعينك الست. الشماعات دي ب 20 جنيه الستة. حلوة قوي. في مقبض زي التوم زي ده هحسبه لهم ب 25 جنيه في سعر الجملة. ده كده ب 25 مقبض توم. ده اللي بتفرمي بيه التوم. في معانا الباسكت ده عامل كام؟ الباسكت الحديد ده هيعمل 65 جنيه. الحديد ده؟ ده الحديد ب 65 جنيه كل ألوانه اهي. تمام. شكله حلو قوي وألوانه حلوة. خامته شكلها حلوة كمان. خامته نظيفة جدا. زي بتاع ايكيا لو هما عارفين. بصوا زي بتاع ايكيا. ايكيا بيتباع في ايكيا بكام؟ بصوا هو كله معدن. 65؟ 65 وممكن يقف عليه كمان. ممكن تقفوا عليه. وكل الوانه حلوه قوي. ده كده ب 65 زي بتاع ايكيا. طب واللي هو البلاستيك؟ بلاستيك ب 15 جنيه، وفي منه الصغير اللي ورا ده ب 10 جنيه بس. في الصغير ب 10، وده الكبير كده ب 15. وفي غسال اللي هي صفايه الاطباق دي. صفايه الاطباق دي موجوده برده كل الوانها. عامله كام؟ 45 جنيه. 45 جنيه. طيب برده طقم العلب ده حلو قوي وطالع السنه دي لسه جديد. جميل. الثلاثه مع بعض بكام؟ الثلاثه دول انا هحسبه لهم ب 75، بس انا هحسبه لهم ب 70 جنيه بس. ب 70 بدل 75. زي الرول. وفي كمان الرول ده شكله حلو قوي. بصوا اهو شبه العلب بالظبط. 5 متر ب 60 سم. 5 متر ب 60 سم بكام بقى؟ هحسبه لهم ب 50 جنيه بس. ال 5 متر. ال 5 متر يعني المتر ب 10 جنيه. جميل بصراحه. ده بقى تظبطي بيه الرخامه كده هيبقى حلو قوي لو عايزه تغيري شكل الرخامه. في منه بيجي الوان بقى يا استاذ محمد؟ هو بيجي، بس بصراحه اللي موجود دلوقتي اسود. اللي موجود عنده دلوقتي اسود، بس هو برده بيجي له منه الوان. ومعانا كيس الورد المجفف ده عامل كام؟ الكيس ده عامل 30 جنيه. الكيس ده عامل 30 جنيه كبير. كيلو الا ربع. كيلو الا ربع، حوالي كيلو الا ربع. وفي برده الايس لولي عامله كام؟ الايس لولي دي. الايس لولي دي هتعمل 20 جنيه، بس دي بشركة المدينة برضه. شركة المدينة؟ المدينة نظيفة جدا، خامة نظيفة عالية جدا. شكلها حلو. المدينة أكيد عارفين البلاستيك. ب 20 جنيه. بألوانتها. بألوانتها جميلة. في طقم المكياج ده. ده دوار بيلف. بصوا ده طقم كده دوار اكليريك للمكياج بيلف. جميل. عامل كام؟ لا هحسبه لهم ب 125 جنيه. ب 125. بصوا حبايبي ده شكله اهو. ده الشكل بتاعه كده.
حطي بقى فيه كمان برفانات، مكياجات، كريمات زي ما انت عايزه. عندي المعالق والاكلير بتاعه على فكره شكله نضيف. شكله نضيف ب 125 ب 125. وفي عنده معالق برده حلوه قوي اهي، دي معالق الكوكتيل اهي، دي اللي هي الطويله. ايوه جميله. تحسبها لنا بكام؟ احسبها لهم ب 30 جنيه بس. ب 30 جنيه حبايبي. الدسته، الدسته 12 قطعه ب 30 جنيه، سعرها حلو قوي. في بتاعه الاكل برده، وفي بتاعه الاكل اهي حلوه قوي. عامله كام؟ 35. 35 الدسته، ال 12 ب 35. دي بتاعه الشاي ب 25. دي برده الدسته ب 25. 25 30 35. اسعارهم حلوه قوي. ال 12 قطعه حبايبي مش السته. تمام حبايبي، معانا طقم الثلاجه ده 4 قطع ب 60 جنيه. ب 60 جنيه. ومعانا كمان الكاندي ده عامل كام؟ 3. الكاندي ده هيعمل 100 جنيه الطقم 3 قطع. ده الطقم 3 قطع بكام؟ ب 100 جنيه. 100 جنيه الشعبي. ب 100 جنيه اللي هو الشعبي. واللوكس ب 230. واللوكس ب 230 اللي هو التركي. اللي هو التركي. أيوة. تمام. ومعانا الدرق ده برده تركي، كنت قلت لي بكام؟ 50؟ 50؟ ده الدرق ب 60 جنيه اللي هو التركي. ده مستورد اللي هو ده، في منه الاصفر. ده كده اللي هو مستورد الازرق. ازرق وفي منه اصفر. وفي منه اصفر ده كده ب 60 جنيه. والاحمر، والاحمر ده ب 55، والساده ده كله ب 55 جنيه. الباقيين دول مصري. ده كده الباقي مصري ب 55. ومعانا الطقم اللي هو الدوار ده عامل كام؟ طقم الدوار ده دورين بيعمل 120 جنيه. 120. والعمود، العمود هيعمل 100 جنيه اللي هو الاخضر ده. والالوان ده احسب لهم ب 300 جنيه بس. الاخضر ب 100. الاخضر ده ب 100 جنيه. والالوان ب 300 اللي هو التركي. ايوه الالوان ده ب 300 اللي هو التركي. ستانلس. ستانلس. انا قوالب التلج دي الثلاثة مع بعض. ايوه. بكام بقى؟ انا هحسبها لهم ب 25 جنيه. ثلاث قطع ب 25 جنيه. بس ده ماركة لمسة برضو. ده ماركة لمسة اهي نظيفة. وفي برص برضو اللون ده. اللون ده حلو قوي. في حاجة زي كده بقى هحسبها لهم ب 15 كل اتنين في الجنس. فين ده؟ ده كده اتنين ارقام وحروف. لا ارقام وحروف. الاتنين ب 15. 15 جنيه هحسبها. في حاجة زي كده بغطا برضو هحسبها لهم ب 15. دي برضو الاثنين بغطا ب 15 عشان ريحتها ما تكرفش من الثلاجه. بالظبط كده. جميله برضو. طيبي معانا الدولاب ده برضو حلو قوي. ده خامته ايه بقى؟ خامته حديد. الهيكل بتاعه نفسه حديد. وهو بقى قماش اصلا كله على بعض. ده يعني بصوا هو الشاسيه بتاعه كده حديد ومتغلف بالقماش. ده بكام بقى؟ الفيديو بتاعه موضح كل حاجه على التليجرام. على التليجرام هتلاقوا الفيديو بتاعه. ده بيعمل 500 و600 تلج اونلاين وشغل اونلاين. بس انا هحسبه لهم ب 380 جنيه بسعر الكرتونه. 380. ايوه هحسبه لكم بسعر الكرتونه. دي مقاساته اهي عشان برده كله يبقى عارف مقاساته. دي مقاساته برده. تمام. في معانا المساحه دي عامله كام؟ الباركيه. الباركيه النهارده عامله 45 جنيه عشان خاطر متابعينك. وهي بالايد بتاعتها. بالايد بتاعتها. بالايد يا حبايبي. الخيارات بتاعتها لوحدها. بالايد كده 45 بدل 50. كل الوانها بقى موجود. موجوده ازرق. والغيار بتاعها لوحده بكام؟ ب 15 جنيه هحسبه لهم وهو ب 20. الغيار ب 15. ودي عامله كام؟ اللي هي الحوائط. اللي هي دي عامله 90 جنيه. دي كده عامله 90 جنيه اللي هي الحوائط. جميله برده. دي علبه زي كده. دي علبتها اهي وده شكلها ب 90 جنيه حلوه برده. في بقى كل حاجه منها الوان. طب ومعانا مفرش العجين ده عامل كام؟ مفرش العجين ده هحسبه لهم ب 50 جنيه. ب 50 جنيه ده يا حبايبي. كل الوانه برده موجوده. في الطبق اللي هو القطاعه ده، الطبق القرمه. في الطبق القرمه ده زي كده بالظبط. يعني ده قطاعه وطبق في نفس الوقت. سيليكون. ايوه بيتطبق كده. حلو قوي. عامل كام ده؟ طبعا ده انا هحسبه لهم ب 50 جنيه بس. ده ب 50 جنيه حبايبي. أيوة. برده حلو. معانا برده حبايبي طبق التورته ده. بصوا ده برده ازاز اهو، شكله تحفه جدا. ده كده عامل 65 جنيه برده. صوره على التليجرام. حلو قوي. وفي معانا الكوبايات الازاز دي نوعها حلو قوي. عامله كام ده؟ هحسبها لهم ب 45 جنيه 6 قطع. الست قطع ب 45. في بقى منها اشكال حلوه. في ده معانا شكل الفيل، وده شكل الدب، وده شكل التويتي. التويتي اشكال بقى جميله. وعلى فكره خامه الازاز حلوه قوي. نوع ايه؟ جدا نقي جدا. شركه سيتي جلاس. سيتي جلاس. أيوة. لا حلوه لان الكوبايه خامتها حلوه وعجبتني. بص حبايبي معانا الطقم ده حلو قوي تركي. ده للتوابل. ثلاث مقاسات دول مع بعض مش كده؟ بالظبط. ده كده دي علبته كده. وهو تركي جميل قوي. وهو اكليرك في خشب.
اكليرك بتاعه حلو قوي. ثلاثة بكم؟ ثلاثة بمتين وعشرة هحسبها لك. الثلاثة بمتين وعشرة. حلو قوي. يا ربي حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه بجد، الحاجات حلوه قوي. لو محتاجه اي حاجه يا ريت تيجي تاخديها على طول، عشان كل اسبوع الاسعار متغيره، وكمان هناخد هديه حلوه من استاذ محمد. اهم حاجه لما تيجي قولوا له انا تبع قناه تمر حنا، عشان تاخدي بنفس اسعار الفيديو. وهو كده يا حبايبي في سنتر درب سعاده، بعد الصينيه الاكريليك دي هتمشي خطوتين اتنين هتلاقي المحل، وهنا اليافطه كمان اللي بتميز المكان اهي. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم ارقام التليفون، وفي توصيل لكل المحافظات سواء جمله او قطاعي. وفي توصيل يا حبايبي، استاذ محمد اهو ما تقلقوش، هناخد بنفس الاسعار، واي حد يجي يشتري مشتريات ليه هديه حلوه باذن الله. تمام خلاص يا حبايبي، تعالوا وان شاء الله ليكوا هديه حلوه على اي مشتريات انت عايزاها. كل سنه وانتم طيبين وبخير، وانتظروا الجديد والحصري مع تمر حنا. مع السلامه.